بصوا يا شباب، معايا مثلا فرخه، اهي الفرخه اللي قدامي دي منزوعه الجلد، الراجل بتاع الفراخ هو هينزع لك منها اسفل العظم، هينزع منها العظم خالص بس يحافظ على شكل الدبوس مثلا ويخلي الجناحات عشان تبقى ايه الفرخه كده ليها ماسكه وشكلها واضح. فايه هنجيبها مخليه بالشكل ده. هنحتاج بقى كوبايتين من الميه، ربع كوبايه خل، ربع كوبايه زيت، 3 معالق كبار من صلصه هاينز اللي هي الصلصه البيتي هاينز الظريفه ديت، عليهم كمان 3 فصوص من الثوم المفروم، وتقريبا مكعبين من مرقه الدجاج 2 مكعب، معلقه كبيره من تابل اسمه السماء، وكمان معلقه كبيره من الكاري، معلقه كبيره من البابريكا، ونص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ورشه قرفه حاجه خفيفه، وملح وفلفل. بس هي دي التتبيله، هتحطيهم مع بعض وتبقى الفرخه التتبيله بتاعتها جاهزه. بس كوبايتين ميه، هنحط عليهم كمان ربع كوبايه خل، كمان ربع كوبايه زيت، على زيت ربع كوبايه يعني تقريبا 4 معالق كبار. هناخد معلقه كبيره من صلصه هاينز البيتي اللي هو صوص الطماطم الجاهز للطبخ، حلوه جدا وخاليه من المواد الحافظه والالوان الصناعيه، وعليها ملح وفلفل، حلوه قوي ريحتها حلوه جدا. حط كده مثلا معلقه كبيره وانا اكتفي، وثلاث فصوص من الثوم المفروم، عايزه اجيب الاسباتيولا دي اهو، مكعبين مرقه هنفتفتهم تمام، ومعنا كمان السماء معلقه كبيره، ومعنا كمان الكاري والكاري الظريف والبابريكا، وزي ما قلنا رشه قرفه حاجه بسيطه خالص، والكزبره الناشفه، واكيد طبعا ملح وفلفل، ملح وفلفل، ندوب الكلام ده كده كله في بعضه بس كده، وهنتبل بيها الدجاج المسحب، وطبعا يفضل انها تفضل في التلاجة يعني اقل حاجة 3 ساعات علشان تتبل تتبيلة محترمة. انا دلوقتي هحطها بقى في الصينية وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200، هتاخد لها تقريبا بالكتير قوي ساعة، يعني ساعة الا ربع كده لساعة. متأكدة هتعجبكم جدا، فظيعة سهلة قوي. استخدمنا معاها صلصة بيتي هاينز، حلوة جدا وسهلة، مخدتش اي وقت، لو انت مستعجلة وعايزة تحضري فطار بسرعة احسن حاجة تعمليها.